وفي نشرة سابقة أوضح الدكتور حبيب الطريف رئيس قسم جراحة القلب بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب، أوضح أن العمليات التي سيتم إجراؤها في المركز الجديد ستقلل من احتياج إرسال المرضى للعلاج في الخارج، وذلك نظيرا للإمكانيات المتقدمة التي يحظى بها المركز. طبعا المركز مثل ما تعرفون بأن تطور حديث إلى أحدث ما وصلت إليه الدراسات في جراحة القلب وفي علاج أمراض القلب. من ناحية جراحة القلب طبعا اللي هو أنا المسؤول عن هذا الجزء، فجراحة القلب في تطور مستمر. في السابق طبعا عندنا غرف عمليات واحدة، فالمركز الجديد يحتوي على 3 غرف عمليات. إحدى الغرف العمليات تعتبر من العمليات الهجينة اللي هي ممكن عمل القسطرة وكذلك عمل العمليات الجراحية في نفس الوقت. هذا من أحدث ما توصل إليه نوع جراحة القلب. مثل ما تعرف لأن في السابق كان عندنا غرفة العمليات وكان عدد الأسرة بعد في المركز في قوة الدفاع كان العدد قليل، والحين بيوصل العدد إلى تقريبا 148 سرير. نوعية العمليات بيصير فيها تقدم، طبعا مثل ما تعرفون بأن العمليات الجراحة فيها تقدم من ناحية إجراء الجراحة عن طريق المناظير، وفي هذا المجال طبعا بيكون لنا إن شاء الله الشرف بأن ندخل هذا النوع من العمليات في المركز الجديد إن شاء الله. هذه من الأشياء اللي هي واحد ممكن أن يحدث فيها تقدم، لأن غرفة عمليات واحدة لا تكفي إلى البحرين. كذلك عندنا نقص في بعض عمليات الأطفال. بعض عمليات الأطفال إحنا نجري تقريبا 70% من عمليات الأطفال، ولكن جزء منها ربما تحتاج إلى العلاج بالخارج. فالتطور الجديد إن شاء الله يخلينا نعمل كل العمليات في البحرين ولا داعي لأن المرضى يرسلون إلى الخارج إن شاء الله.